راديو مات. مرحبا بكم. البداية بالمركات وصفقة من المنتظر أني باش تحسم في الساعات القادمة. نحكيو على صفقة انتقال المهاجم الدولي للنادي الصفاقسي فراس الشوات، النادي الحزم السعودي، في واحدة من أقوى وأرفع الصفقات على المستوى المالي في مركاتو الصيفي الحالي. صفقة قيمتها 2.5 مليون دولار، تقريبا 7.5 مليارات من مليمات نحطهم الفريق السعودي للفوز بخدمات شوات. حسب آخر الأخبار، فريق عاصمة الجنوب المتوج بكأس تونس نهار السبت أجرى تحويرات على عقد فراس شوات وأدرج فيه بند تسريحي بقيمة 2.5 مليون دولار. يتولى الفريق السعودي كنتيجة كسر البند والبند والحصول على توقيع اللاعب. دونك مسير شوات مع السي اس اس باش يحسم في قادم الساعات. نادي ترقع الجيش المصري تعاقد البارح مع لاعب الدولي التونسي السابق المخضرم ماهر الحداد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال الحر. الحداد خاض برشا تجارب في تونس، أبرزها مع نادي حملن في نادي الصفاقسي، مستقبل جابس والنادي الإفريقي. لاعب آخر مخضرم تعاقد اليوم مع نادي منزل بوزلفة، نحكيو على المدافع الأيسر حمزة الزكار اللي صحح مع نادي المنزل الزكار. عمره 33 عام، لعب قبل مع كل من أولمبيك سيدي بوزيد، شبيبة القيروان، الملعب القابسي، الترجي الرياضي التونسي وقوافل قفصة. 6 أسابيع راحة القائد النجم الساحلي ياسين الشيخاوي بعد إصابته بكسر على مستوى اليد في فينال كوب كونتر السي اس اس، فراكتور طلب التدخل جراحي عاجل للشيخاوي. وهكا تأكد غياب ياسين الشيخاوي على مقابلة لياب في الدورة التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية الويكاند الجاي ضد حافية كونكريا الغيني. إن شاء الله لاباس ياسين الشيخاوي. اليوم تنطلق رحلة نادي البنزرتي في البطولة العربية والدورة الترشيحية اللي باش يخوضها السيابي. نادي البنزرتي يواجه 6 متاع العشية في أولى مبارياته في الدورة الترشيحية للدور 32 من البطولة العربية تحت المسمى الجديد الأثناء كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب. دونك السيابي يواجه نادي تيليكوم من جيبوتي 6 متاع العشية كما قلنا على أرضية ملعب برشيد في كازابلانكا، مقابلة تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية الأولى. حكم تنزانيا علي مفومي ناسوري باش يزفر مباراة الإياب بين أمارات يونايتد من جنوب السودان وضيفه اتحاد بنقردان نهار الأحد 25 أوت مع ساعتين متاع القائلة بتوقيت تونس في العاصمة الأوغندية كامبالا في إطار إياب الدور التمهيدي الأول في كأس الكاف. نذكر اللي الاتحاد فاز الأحد اللي فات في مباراة الذهاب في ملعب 7 مارس بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف. نختم مع اخبار الميركاتو في الاوروب. بايرن ميونخ تعاقد مع لاعب برشلونه، نحكيو على البرازيلي فيليب كوتينو، لمده موسم واحد على سبيل الاعاره مع حقيقه الشراء. كوتينو عمره 27 سنه، لعب في السابق مع انتر الايطالي وفاسكو دا جاما البرازيلي واسبانيول الاسباني وليفربول الانجليزي، ثم مع البرسا قبل ما ينتقل اليوم للبوندسليغا من بوابه العملاق البافاري. كانت هذه ثاني موعدنا الرياضية. أكثر تفاصيل راديو ميت تونسي.com أو صفحتنا على الفيسبوك سبور.